خلينا بس نستأذن حضراتكم دلوقتي، هنروح لايف فيو وتدريب الأهلي ومراسلنا هناك كريم أحمد، وهو هيجري بعض اللقاءات، هيكون معاه كابتن سامي قمصان وكابتن حسين الشحات. طيب خلينا نشوف دلوقتي كده مع بعض، اتفضل. برحب بيك يا زميلتي العزيزه نهوان، طبعا كل التحيه ليكي ولزميلي العزيز كريم، واكيد طبعا محللنا المميز جدا الدكتور احمد ثابت. بيصبح عليك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. انا مش سامع. اتفضل يا كريم، احنا سامعينك، ويعني انا عايز اعرف منك كده، نقل لنا الصوره دلوقتي حيه من عندك والتدريب وايه اللي دار والاستقبال، وانتوا حتى في الطريق لغايه التتش الناس ازاي استقبلتكم، انا عايزه صوره حيه من عندك، اتفضل. بالتاكيد طبعا يعني بنبارك اكيد لفريق النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه على المجهود الكبير على مدار البطوله حتى هذه اللحظه، الحقيقه مجهود كبير جدا جدا، بدايه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان ليه دور فعال خلال الفتره اللي فاتت، رساله المستمره، الدعم المستمر، وبعدين العمل زميلتي نوان زميلي كريم دكتور احمد ثابت ايضا كمان، العمل في كل الاتجاهات، انشاءات، تدريبات، بيحضر، بيوفر طائرات خاصه، امور عديده جدا الحقيقه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي على توفير المناخ الطيب، وعشان المناخ الطيب ده قدر لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ان هم يوصلوا لهذه المرحله في البطوله الافريقيه، ان شاء الله باذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي، ارقام قياسيه عديده جدا بتضرب سواء لبيتسو موسيماني في انتظاره مع لعيبه النادي الاهلي، بطولتين تحسب لبيتسو موسيماني تعادل الرقم طبعا الخاص باسطوره تدريب مانويل جوزيه، امور عديده جدا اكيد الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله بناملها ان شاء الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي بالجهد الكبير وبالاصرار اللي احنا شفناه وبالقراءات الحقيقه المميزه جدا لبيتسو موسيماني اللي حابين نديله حقه الحقيقه مع كل لعيبه النادي الاهلي. مميز جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت قراءاته سواء قبل المباراه ومن خارج الخطوط كمان، يعني مهما كان التحضير للمباراه ده امر مهم جدا، لكن القراءه في وسط ال 90 دقيقه ده امر اكتر كمان خطوره واكتر اهميه، والحقيقه مميز جدا فيه، وكمان لعبتنا بقى مساعداه بشكل كبير جدا لان لعبتنا عندها يعني حلم كبير وعندها امل كبير واصرار كبير، وشخصيه النادي الاهلي بنشوفها في كل المباريات مهما كانت الاصابات، مهما كانت الغيابات، مهما كان الضغط، ويمكن شفنا الحاله كانت في تونس عامله ازاي وشفنا اصرار اللعيبه كان ازاي، كل الامور دي يمكن نقلت اللعيبه بشكل كبير جدا دوافع كبيره، والنتيجه كمان كانت كبيره جدا على فريق بقيمه الترجي امس مع اداء مميز لفريق النادي الاهلي، ده اللي احنا بيبسطنا، جمهور النادي الاهلي ماشي رافع راسه فوق، ويمكن معروف طبعا جمهورنا على طول رافع راسه فوق، لكن المرحله دي والفتره اللي احنا فيها دي الحقيقه الكل سعيد جدا باداء النادي الاهلي، النادي الاهلي قيمته كبيره جدا وهو ده مكانه، وعندنا طموح كبير وعندنا امل كبير ان احنا يبقى عندنا البطوله العشرة وال11 وال12 ده الهدف وهو ده قدر النادي الاهلي. الحقيقه نقدر نقول بقى بدون يعني خلاص راحه مباشره، يعني لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على طول عقب انتهاء المباراه في ملعب مختار التتش، انت عارفه طبعا زميلتي نهوان زميلي كريم، يعني هيكون تدريب بسيط النهارده، ريكفري طبعا لكل لعيبه النادي الاهلي، مش هيبقى فيه جرعه قويه، لكن اكيد كل اللعيبه اللي ما شاركتش خلال التدريب او خلال الايام الماضيه هيكون جرعه تدريبيه النهارده ان شاء الله قويه لهم، يا رب ان شاء الله باذن الله يستفيد منهم بشكل عام بيتسو موسيماني، وايضا كمان الدور الكبير اللي بنتمناه بقى الفتره اللي جايه من جمهور النادي الاهلي، يعني جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيساند وبيدعم بشكل كبير المرحله اللي فاتت، ومنتظرين اكتر من كده كمان لان دورهم كبير جدا، كنا بنعمل العدد يكون في استاد طبعا السلام ومباراه الترجي عدد من الجمهور، لكن القله الحقيقه اللي كانت متواجده كان ليهم دور وكان ليهم تحفيز، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله بروحه الكبيره وبشخصيته الكبيره يحصل على البطوله رقم 10 اللي تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. رائع جدا جدا، يعني بالتوفيق طبعا للفريق، ويعني احنا كلنا كده عندنا امال زي ما انت بتقول يا كريم، وباذن الله هي خطوه صغيره و نفرح كلنا يعني باذن الله، يعني يكلل الاهلي والفوز يكون من نصيبه في المباراه القادمه. انا بشكرك جدا جدا يا كريم، وتغطيتنا اكيد مستمره مع حضراتكم، واللقاءات بقى اللي انا كنت بقول عليها ان شاء الله هي جايه بس على خلال يعني الحلقه.